طلب متحف فيفا لتيشيرت النادي الأهلي بتوقيع رئيسه وأسطورته كابتن محمود الخطيب عشان يكون جزء من مجتمعات المتحف. ده إنجاز عالمي جديد يضاف لإنجازات كتيرة جدا للنادي الأهلي العالمي، هنوثق بعضها في الحلقة دي من درع الأهلي. معاكم أحمد قيشو، ويلا بينا نبدأ. بما أننا في أجواء مونديال الأندية، فتعالوا نشوف تغطية الصحافة العالمية لأول مشاركة للنادي الأهلي في مونديال الأندية سنة 2005. ووقتها النادي الأهلي كان رايح بسلسلة استمرت ل 55 مباراة بلا أي هزيمة، سلسلة لفتت انتباه العالم كله بما فيها موقع الفيفا الرسمي، واللي أكد على الرقم ده إن النادي الأهلي استمر ل 55 مباراة بلا أي هزيمة ولا يفتى وفيفا في المدينة. وده رداً على بعض المواقع الأجنبية برضو اللي بتنحاز لفرقها الإسبانية وبتقول على رقم الأهلي إنه 41 مباراة. لا، الفيفا بنفسه بيأكد إن رقم الأهلي 55 مباراة بلا أي هزيمة. وبما ان البطوله كانت في اليابان، ففي موقع ياباني اتكلم قبل البطوله على ان النادي الاهلي بيسعى للابقاء واستمرار رقمه القياسي ل 55 مباراه بلا اي هزيمه. وحتى بعد هزيمه النادي الاهلي، فموقع استرالي سلط الضوء على رقم الاهلي وقال نفس الرقم 55 مباراه بلا اي هزيمه. وده النادي الاهلي في اول مشاركه له كان برضو بيتكلم عنه كل المواقع العالمية لأنه نادي عالمي. لو سألت أي حد إيه أشهر مجلة رياضية في العالم، مفيش اتنين هيختلفوا على إنها فرانس فوتبول العالمية، واللي بتصدر كل سنة جائزة البالون دور أو الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، واللي اندمج معها الفيفا ذات نفسه. يعني فيفا راح فرانس فوتبول دي عشان يعملوا جائزة أفضل لاعب، واستمروا كذا سنة لغاية ما انفصل فيفا وعمل ذا بيست لوحده. بالتالي احنا بنتكلم عن قيمة بجائزة عالمية. فلما أقول لك إن كابتن محمود الخطيب أخد جائزة أفضل لاعب في العالم من فرانس فوتبول سنة 1983، ما تقوليش ده ما أخدهاش من الكاف. هو فعلا ما أخدهاش من الكاف، لكن قيمة الجائزة دي قد تزيد أصلاً عن قيمة جائزة الكاف كلها. بالتالي إنجاز كابتن محمود الخطيب هو إنجاز عالمي، مش بس إنجاز محلي أو إفريقي. ونروح كمان مع فرانس فوتبول، واللي برضو كرمت كابتن محمود الخطيب مرة تانية لأنها اختارته ضمن أفضل 30 لاعب في إفريقيا، في تاريخ إفريقيا كلها، مع ثلاث لعيبة مصريين آخرين، ثلاثة منهم من النادي الأهلي بس. بيتكلم هنا عن كابتن محمود الخطيب اللي كان في المركز ال 13، وكابتن عصام الحضري في المركز ال 11، كابتن محمد ابو تريكه في المركز ال 18، وسبقه بس كابتن محمد صلاح في المركز ال 17. بالتالي من اصل اربع لعيبه مصريين تم اختيار ثلاثه من النادي الاهلي، وده يبين لك قيمة التاريخية والعالمية للنادي الأهلي اللي بيضيف للاعبته كتير جدا لأنه نادي عالمي. والتاني مرة وما زلنا مع فرانس فوتبول العالمية، واللي حبت تعمل تصنيف لأفضل 30 نادي في العالم كله، اختارت النادي الأهلي في المركز ال21 عشان يكون النادي العربي والإفريقي الوحيد في هذا التصنيف ضمن 30 نادي في العالم، وكان تاني نادي بره أوروبا بعد بوكا جونيورز اللي كان في المركز ال18. فلما بنقول إن النادي الأهلي نادي عالمي، إحنا مش بنبدأ نمدح نفسنا بالباطل ولا بنكذب على نفسنا، لا، العالم اللي بيشهد للنادي الأهلي إنه نادي عالمي. أكيد كنا فاكرين سنة 2014 لما الأهلي تجاوز رقم الميلان وبقى النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات القارية في العالم. في ناس في مصر وقتها قالك أنت فاكر أن العالم واخد باله منك ولا حد عارف إنجازاتك دي، أنت نادي محلي. لكن في الوقت اللي المحليين الحقيقيين دول كان بيقولوا كده، كانت الصحافة العالمية والأندية العالمية نفسها بتشهد للنادي الأهلي بإنجازاته العالمية.
صحيفة زي لاجازيتا الإيطالية عملت تقرير مطول عن بطولات الأهلي القارية في الفترة دي، وقالت إن الميلان لم يعد النادي الأكثر تتويجاً في العالم. وفعلياً نادي ميلان الإيطالي احترم إنجاز النادي الأهلي العالمي وشال من على التيشيرت بتاعه لقب الأكثر تتويجاً في العالم. نرجع تاني لجازيتا الإيطالية واللي ألقت الضوء على إنجاز محلي بسيط جداً ومتكرر للنادي الأهلي بالاستمر لمدة 16 مباراة متتالية بلا أي هزيمة أو تعادل. 16 مباراة 16 فوز لجازيتا الإيطالية قارنت النادي الأهلي بليفربول الإنجليزي واللي كان عامل موسم رائع جدا طبعا في الدوري الإنجليزي، لكن مش احنا اللي بنقارن نفسنا بإنجلترا أو بالدوري الإنجليزي، لجازيتا الإيطالية هي اللي قارنت الأهلي بليفربول. عشان كده بنقول إن النادي الأهلي هو نادي عالمي في مصر وإفريقيا. الأهلي ما بقاش نادي عالمي عشان مثلا بيقول عن نفسه إن عنده أفضل لعيبة في مصر، ولا يكسب مباراة 1-0 يقول إنه مدرس الفن والهندسة حتى لو كسبان أصلا ببلانتي أو أنطا، لكن النادي الأهلي نادي عالمي لأنه الصحافة العالمية بتهتم بالإنجازات القابلة للقياس زي البطولات. النادي الأهلي طبقا لجريدة ميرور البريطانية واللي بتقول على النادي الأهلي إنه النادي الأكثر تتويجا بالبطولات سواء بقى محلية أو قارية أو حتى إقليمية في العالم كله، هم قالوا في تقريرهم 118 بطولة، لكن إحنا بنقول إن النادي الأهلي حالياً 139 بطولة، لكن مش هنختلف ولا هنفصلهم في البطولات، يكفينا إن الصحافة العالمية بتشهد للنادي الأهلي العالمي بإنه أكثر الأندية تتويجاً في العالم. وما زلنا مع الأكثر تتويجاً، لكن في القرن الحالي القرن 21 هنلاقي الموقع الأشهر في العالم لانتقالات اللاعبين، موقع ترانسفير ماركت، عمل تصنيف وإحصائية لأكثر الأندية تتويجاً في القرن 21، وكان النادي الأهلي على قمة الترتيب ده ب 41 بطولة حسب ترانسفير ماركت وقت عمل التقرير ده. الأهلي حالياً 42 كمان، وإن شاء الله يستمر في حصد البطولات عشان نكون ونحافظ دايماً على كنا نادي عالمي هو الأكثر تتويجاً في العالم وفي القرن 21. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم.